أقامت جمعية فسحة أمل في منطقة الريف الغربي بإقامة فعالية رائعة جدا بمناسبة عيد الأم. هذه الأم الرائعة التي تستحق مننا كل تكريم، ليس في يوم عيد الأم فقط وإنما في كل الأيام، حيث قامت فعاليات عديدة من ضمنها كورال رائع جدا للأستاذ حسام يستحق مننا كل تقدير، ومسرحية رائعة جدا للأستاذ عبد العزيز، وقام قامت طفلة صغيرة بتوجيه كلمة رائعة جدا لأمها في يوم عيدها، وقام بعض الأطفال أيضا بتوزيع الهدايا في هذا اليوم لأمهاتهم الرائعات. احنا اليوم عملنا حفلة لأمهاتنا مشان يتفاهموا من بعد عن 5 سنين، واليوم إن شاء الله تكون دخلت بعد على حفلة بقلوبها والعمل تبقين إن شاء الله عم يتسلم. أنا اسمي زريفة، كنت كل مرة احتفل في عيد الأم وأن أمي تستاهل، هي ربتنا وكانت تعلمنا وتربينا ولهيك أمي تستاهل. جينا لهون بناء على دعوة من الأطفال لوجهتنا إياها فسحة أمل، وجينا نحتفل مع الأطفال ونشوف مشاركتهم بعيد الأم واهتمامهم بهالمناسبة السعيدة، وشفنا شو مواهبهم والحمد لله كلهم مبسوطين وفرحانين، والاحتفال كان كتير حلو وروعة إن شاء الله، والله يقويكم ويبارك فيكم. أقامت جمعية فسحة أمل عدة فعاليات بمناسبة عيد الأم هنا في ريف حلب الغربي، تخللت هذه الفعاليات عروض مسرحية ومنها شعرية. عمار جابر، أورينت نيوز، ريف حلب.